ولو جعلت صلاة الجماعة في الفجر مضرب مثل، هناك من يأتي قبل المؤذن، وهناك من يأتي بعد الأذان، وهناك من يأتي على تكبيرة الإحرام، وهناك من يدرك منها ركعة، وهناك من يدرك منها تسليمة، وهناك من يأتي وقد صلى الناس، وهناك من لا يأتي يصلي في بيته، وهناك من عياذا بالله، وهذا لا أظن مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر يصنعه، من لا يصلي. هل يتصور أن يكون مرور هؤلاء جميعا على الصراط حال واحدة؟ لا حاشا.